صرح الفنان الريوي الشاب بلال في ميكروفون النهار أن المغرب والجزائر بلد واحد، ودعا إلى إيقاف نار الفتنة، مؤكدا أن العديد من الصحفيين قولوه ما لم يقل. ميكروفون نسار بالحر. واش غادي نقول لك؟ والله ربي يهديهم ان شاء الله. وش ما زعماك من قل هذا الشيء، ما كاين غير الله اللي يقدر على هاد الناس. انا مع ربي يهديهم وصاي، ما هذول يخسروا بين الشعوب، يخسروا بين اش غادي نقول لك. انا واحد من الناس ما نبغيش هاد الرواج، وهاد نغني في الجزائر، ولا نغني في تونس، ولا نغني في المغرب. لي انا كيف انا باسكو انا نغني للناس اللي تجي لبلال. وانا قلت لك باللي كانوا يعني لغيت حفلات باش نوجد روحي، باش ندخل في المغرب من الباب الواسع زعما. وانا راني عارف باللي المغرب يحبوا بلال، مهما تكون اشاعه هكا ولا هكا. انا راني عارف باللي المغرب يحبوا بلال، وانا غنيت تماك وشفت كي الناس كيدير لي، وشفت الناس الاستقبال وكيديروا لي. ما غاديش انا عمري ما نعض اليد اللي تعطيني ناكل.